الو. ايوه حبيبي. بدا الموسم السينمائي في مصر مبكرا هذا العام، حيث سيتم عرض عده افلام. مين معايا؟ مش عارف صوتي. هو الاسابيع بس البيت ما بيردش ليه؟ ما تقلقنيش عليك. على راسي خالد سليم ومحمد شاهين اللان يشاركان البطوله، الفنانه ميسم ونسرين امين في فيلم من انتاج الفنان احمد حلمي يحمل عنوان شك الدبوس. شو بتيجي هنا؟ شو دي؟ هي الرقه، هي الحب الخافي اللي مجنني في دماغي. عامل شغل قوي في رمضان، والان حابب تكون متواجد كمان خارج رمضان؟ اكيد طبعا. لا وسينما بقى، يعني سينما بقى، يعني بعيدا عن الدراما بقى لنا كم سنه كده يعني بنعمل دراما، والسينما بقى الحمد لله رجعت والحمد لله على السلامه. وحشتك اكيد. اه طبعا جدا، وحشتنا كلنا يعني. كلمني شوي على العمل ده، انا شايف ان يعني في نجوم منهم مي وانت، وفي يعني عارف مين نجوم؟ نسرين امين ومي سليم واستاذ سامي مغاوري وائل عبد العزيز، في كذا حد. كلمنا شوي عن الشخصيه، انت دائما بتميز كده، انت بتختار شخصيات احيانا بتكون مركبه عشان بتحب، انت بتحب التركيب. ما اعرفش مش عارف ليه. يعني بحب ادخل في الحته دي عشان ما اعرفش، بحس انها فيها تمثيل، يعني الحاجه العاديه برضو عاديه، لكن احنا يعني في هنا في مجهود، بشخصيه جديده تتعمل، مذاكره بشكل تاني واداء بشكل تاني. العمل الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي انتهى تصويره منذ عدة أشهر، يتجه عكس التيار الإنتاجي الذي يغلب عليه الطابع الكوميدي ضمن الأعمال المطروحة في عطلة منتصف العام في مصر. كما تم تأجيل طرح فيلمين كوميديين إلى الأسبوع القادم، ولوحظ عدم وجود العديد من أعمال الأكشن هذا الموسم. مفيش أمل، مفيش، هقول كمان مفيش أمل، مفيش، مفيش أمل. كل مخرج بيطلع مني حاجه، استاذ احمد ياسين، محمد ياسين طبعا في موجه حره طلع مني طاقه برضو مختلفه بشكل مختلف، احمد خالد في بعد البدايه غير فكره الناس تماما وحطني في حته صعبه جدا بصراحه، حطني برضو في مسؤوليه. فيلم شك الدبوس برضو هيبقى فيه مفاجاه للناس، يعني هيلاقوا شخص متغير بشكل مستمر طول الوقت، بيلاقوا حاله مختلفه، بيلاقوا شخص مختلف. مدام البال مش رايق لو كان ابويا. لا من الافلام التي تحمل طابع الاكشن فيلم النجم آسر ياسين وياسمين الرئيس من ظهر راجل، الذي يشارك في بطولته النجم محمود حميدة، ومن تأليف محمد أمين راضي وللمخرج كريم السبكي، الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير ولاقى استحسان الجمهور. ماجد الفاسي، العربية.